دول متأثرة بالتمرد قدرت تصنفها وتطلع تعمل واحد اثنين ثلاثة. رأيك شنو في أداء المؤسسة العسكرية السودانية؟ رأيك شنو في الجيش السوداني عزيزي المستمع؟ رأيك شنو عزيزي السوداني؟ أصلا العالم كله رأيكم شنو في بيعمل فوق الجيش ده في ستة شهور؟ في ستة شهور رأيك شنو في الأداء ده؟ هم من الأول، لا ما في من الأول، 15/4 15/4 وأنت جاي قبالة، ما تتكلم معي قبالة، ده ما وقت الحساب حسي، أنا ما حتكلم معك في الحاجة دي، أنا حتكلم في إنه في بلد بتضيع، ما بيضيع البرهان، في بلد بتضيع، في أمة بتضيع، الموضوع ده ما مرتبط بالبرهان والكرسي حقه والمؤسسة العسكرية وشراكتها والإطاري، لا، الموضوع ده يا السودان يقعد يا السودان يمشي. ولما انتوا بترفعوا في شعارات التسامي فوق الجراح واحنا نخط يدينا في يدين بعض والسودان واحد، لما طبقناها قلت والله يا اخي انتوا في لول. منتظر انه انتوا عشان جاتكم فرصه يا استاذه حنان تهربي برا السودان، تهربتي برا السودان وبتتكلم عن ايقاف الحرب، ممتاز جدا. ديل يواجهوا الدعم السريع كيف؟ جايهم في غراهم شندي ما فيها البرهان ولا فيها القياده العامه ولا فيها الديمقراطيه اللي انت دار تطبقها ولا فيها زول سرق منك حاجه، بيوت بتاع الطين، مزارع، بهايم تاني ما عندهم حاجه، ونيل ماشي، جاتهم مويه بيزرعوا، ما جاتهم هو ياكلوا في البهايم دي، ما في حاجه. ماشي محاوطه ليه انت؟ لكن احنا قاعدين نسمع اعلام ولا من يهدد يقول ماشي شندي ماشي لشنو؟ بيقولوا عديل ماشي لنسوانكم، عديل. 10 و20 الف لايف قالوها علني، انت ما علقت عليها ولا خالد السليك ولا صلاح منا. التعامل بتاع المؤسسه دي في نص الحرب، انك انت عندك علاقات دوليه بتصلح فيها. أنا مبسوطة منك الانصراف، النبي وحلفتك وقسمتك. انصرافي ده لذيذ وحلو، كلامه حلو، فرفع اسمعوا بس.